لك عم تسألني وكأني أنا اللي مخبي لأبي، عيب هالحكي. أنا ما بستغرب منك شي، أنت واحد أناني وكرمال مصلحتك بتبيع أبوك وكل عيلتك. أنت بتعرف منيح إنه أبي وقت طلع من هون راح على أضنة. أنا اتصلت بزبون بأضنة، عمي مانو هنيك. بمين اتصلت؟ مين هذا الزبون؟ أصلاً نحن بغيابك عملنا صفقات جديدة مع أضنة وأنت ما عندك خبر. طيب إذا هيك خود اتصل بهذا الزبون الجديد تبعكم، خليني اسمع صوته. إذا عمي عنده هلأ أنا راح أعتذر منك فوراً. يلا ملك، هي اللي دفشتك من على الدرج. ليلى انت شو عم تقولي؟ ما كفاكي اللي عملتيه؟ بدك المخلوقة تسقط كمان؟ انا ما عملت لها شيء ابدا، هي اللي زحطت ووقعت لحالها. طلعت لشوف شو بدها مني، قامت دفشتني قبل ما احكي كلمة وصارت تضحك كمان. حاولت كتير اني اتوازن بس ما قدرت. يا الله انتي كذابة، امي اصلا مستحيل تعمل هيك. انتي الكذابة وليه؟ اصلا انتي وامك مثل بعضكم. لا لا مالك، شوي شوي ان شاء الله ما يكون صار له شيء للولد اللي ببطنك. قولي لي شو اللي عم يوجعك بنتي؟ هي نعم. هي لازمها دكتور بسرعة. بلا دكتور. يا ربي دخيلك، منين بتجينا هالمصايب؟ رح أخذك على المشفى أحسن من الدكتور. عم بتوجع كتير يا مرت عمي، بطني. قولوا لرستم يجهز السيارة فورا. يلا بهي انت اللي رح تاخديها على المستشفى. يلا ما في لزوم أبدا للمشفى، يمكن بس ارتاح شوي رح أتحسن. أنا لازم أطمن على حفيدي شو صار فيه. يلا أمشي، أنا رح أخذك. ليلى لا تخافي بنتي. أنا ماني مضطر أثبت لك أي شيء عزت، لما بقلك أبي بأضنة يعني بأضنة، أنت حر تصدق أو لا. اسمعني عدنان، قبل ما يختفي قال لي إنه راح يحكي معي بموضوع كتير مهم. ما بعرف أنت لشو عم بتخطط بالضبط، بس إلا ما أعرف هذا الشيء أكيد. أمي عدنان، لو تعرف شو صار. ليلى وقعت من على الدرج وهلأ رايحين على المشفى وهي كتير تعبانة. طيب أمي أنا جاي فورا. لا تأخذني عزت، مرتي ليلى أسعفوها على المشفى، تعرف مو حلو جوزة ما يكون جنبها. يلا بخاطرك. أنا ما عملت إلا شي، هي وقعت من على الدرج لحالها صدقوني. أصلاً ليلى ليلى كانت بدها تسممها لزهرة. كيف يعني بدها تسممها؟ أنت شو قصدك؟ يلا أحكي. أنا لقيت هذا الدواء عند ليلى بالأوضة وكنت جاي لعندكن مشان أحكي لكم. ليلى وقتها حاولت توقفني، قام طلعت وراي على الدرج ووقعت. شو هو هذا الدواء؟ زهرة، ليلى حاولت تشربك منه غصبا عنك؟ لا مو هيك، بس شربتني عصير. الدكاترة بالمشفى شخصوا حالة زهرة على أنها تسمم غذائي. أنا لما أجيت على البيت دورت كل مكان ما لقيت ولا شيء غريب أو مو منيح. بعدين قلت لزينب يا ريت إنك ترجعي تعيد التحاليل. ولما طلعت النتيجة تبين إنه زهرة متسمم بهذا الدواء يلي بإيدك. يعني ليلى غيرت نتيجة التحليل، وكنتك المحترمة يلي بتوثقي فيها كتير
حاولت تقتل بنتي ويلي ببطنها كمان. يا رب دخيلك، يعني ليلى معقول يطلع منها كل هالشي؟ مرت عمي ارتاحي انتي، انا بفوت لحالي. ما بصير تكوني لحالك، تعي هي بتكون كنتي وقعت من على الدرج من شوي وهي حامل، بدي اطمن. ممكن تعطيني الهوية؟ ما أنا معي. لك أنا عم قلك كنتي حامل وتعبانة وانتي عم تسألي عن الهوية؟ وين الدكتورة؟ مو بس هيك، في شغلة تانية كمان. قبل ما تمرض زهرة بشوي ليلى كانت أخذت لها كاسة عصير، أصرت عليها أنه تشرب وعصبت لما قالت لها ما بدي. احتمال تكون حاطة من هذا الدواء بالعصير كمان. أنت شو عم بتقولي؟ إيه أمي حكيها مزبوط، خالي ليلى إجت لعندي على الغرفة قالت لي لازم تشربي من هذا العصير وأصرت كتير كمان، قلت لها أنا ما بدي أشرب بس عصبت علي. لك مين بدي صدق بهالبيت؟ بمين بدي أوثق؟ والله ما بعرف. من جهة في عزة وعدنان، ومن جهة تانية أنتو. صار لي ساعة واقفة قدامك وعم حاول فهمك الموضوع. ليلى وحدة وسخة كتير، بكفي إنها حاولت تقتل بنتي زهرة والولد يلي ببطنها. يعني أنت أحسن؟ مو حضرتك أخذتيها لبنتك لحتى تنزلي الولد وتقتليها ملك خانم؟ الحمد لله ما في شيء خطير، يعني مجرد ردود بسيطة. أنا هلأ رح أكتب لك على دواء وبتاخديه بوقته. بس لو سمحتي بدي أطلب من حضرتك طلب. أجهضت من كم يوم وماني قدراني أحكي لا لمرت عمي ولا لزوجي كمان، لأنه إذا عرفوا بيقلعوني. بما أنه هالحادث صار قدام عيونهم، بترجاكي تقولي لمرت عمي إني أنا أجهضت بسبب هذا الحادث. أنت أكيد عم تمزحي، يلا تفضلي لا تورطيني بمشاكل أنا مالي فيها. كرمال الله تساعديني بنوبك سواب، أنا قلبي محروق وما حدا حاسس فيني. ما رح أنسى لك هالمعروف أبداً، أحسن ما ينخرب بيتي واتطلق. لو سمحتي يا خانم، يلا قومي عندي شغل. يسلموا إيديكي، عذبناكي معنا دكتورة، كيفك أنتي منيحة؟ الحمد لله ما فيها شي، عندها ردود بسيطة. أي منيح دكتورة، لو سمحتي الولد كيف وضعه؟ منيح؟ أساساً ما في ولد يا خانم، كنتك رح تحكي لك كل شي صار معه مع البشر. ليلى، اللي حكته الدكتورة مزبوط؟ فهميني شوفي. مرت عمي كل هالشي صار من ورا الحية ملك. انت سقطتي؟ يلا احكي لي، شبك ساكتة؟ يلي بتخاف على حياة بنتها ما بتاخدها مشان تنزل لها ابنها. انت كنتي رح تقتلي روح؟ عاملة حالك ام ومربية اجيال؟ انا كل شي عملته اصلا كان كرمال مصلحة بنتي وصحتها. زهرة بعدها طفلة وجسمها ما بيتحمل الولادة، وانتي بتعرفي هالشي كمان. سمعتك بما فيش كفاية. ليكي، اي شي بيصير لليلى او لابنها انتي لحالك بدك تتحملي المسؤولية، عم تفهمي؟ كل اللي كنت احلم فيه انه يصير عندي ولد انا وعدنان قبل ما يولد ابنا لزهرة. لهيك قررت اني سمم زهرة فورا، ولما عرفت ملك جن جنانة، ومشان ما تحكي ركضت وراها لحقت على الدرج مشان تسكت، بس زحطت رجلي ووقعت وبتعرفي الباقي. الله يلعن هالحظ. الله يوفقك، لا تحكي لحدا. كل هالشي عملته مشان عدنان يحبني. بترجاكي تساعديني، خلينا نطالع ملك من البيت ونرتاح بقى. خلينا نتفق على شغلة، رح نقول إنه ملك هي اللي دفشتني وخلتني سقط الولد، وهيك ملك بتطلع نهائياً من حياتنا ومنخلص منها على الأخير، شو رأيك؟ مرت عمي الله يخليكي وافقي. عزت آغا، عزت آغا، بس دقيقة. خير يا فيصل؟ لا تواخذني يا آغا،
أنا من غير قصدي سمعت حديثك أنت وعدنان آغا وتضايقت كتير والله. أنت بتعرف غلاوتك وجمايلك ما بقدر أنساها. وبوقت دقيقتي شغلتني هون وما قصرت معي أبدا. العفو ولو، أنا عملت واجبي مو أكتر. آغا أنا ما كنت بدي أقلك، بس بصراحة عدنان آغا عم يكذب عليك. الشركة اللي بيقضنا ما أجانا منها ولا زبون جديد، وكل اللي هنيك عم يشتغلوا مع شركة منافسة. بعرف. طيب خبرني، أنت قدرت تحكي مع عمي شي؟ لا أبدا، بس بآخر فترة لما كنت شوفه كان يضل يتخانق هو وعدنان آغا. حتى بمرة من المرات كان ماسكه عدنان آغا من قبة قميصه، بس أنا ما سمعت حديثهم لأني كنت بعيد. خير؟ شوفي عدنان، أنا سقطت للولد. ملك هي اللي أخذته مني. أمي أنا خايفة كتير منه، يعني ليش هن ما بيصدقونا؟ وليش عم تمشي عليهم أكاذيب الخالة ليلى على طول؟ ما بعرف وحياتك، والله ما بعرف. أمي إذا الخالة ليلى سقطت الولد رح يتهمونا إلنا بهالشي، وما رح يرحمونا أبدا. وقتها شو رح نعمل أمي؟ حياتي انتي لا تفكري بهالموضوع هلأ، أنا رح لاقي طريقة اشرح لهم فيها يلي صار. أكيد